قائمة طويلة من الأطعمة في انتظار المقبل على فطور الصباح بالمطبخ الجزائري، والذي سيتغير مجددا من ولاية لأخرى، وهو سر التنوع والمتغير الصباحي. المطبخ كما زالوا الغرايف، مازال مقروط تاع المقلة والله تاع هذاك، هذه الفطير كاش حنا نقولوا له الفطير، هذا الفطير، هذه الطمينة بكري يقولوا لها رفيس التونسي، درك يقولوا لها الطمينة، هذه الطمينة تاع الجزائر هذه. بعد الفطور الصباحي في انتظار وجبة الغداء ذات الجاذبية للذة والذوق والنوع، الذي يمتزج بسلسلة من المنتجات الطبيعية البسيطة وذات القيم الغذائية، وسيدها غالبا العجائن التقليدية. قديما كما توارثناها على جدادنا، كل أكلة عندها وقتها، مثلا درك في فصل الشتاء، وخاصة درك باعتبار أن احنا عندنا احتفالية يناير، جدودنا كانوا يديروا، احنا نقولوا له الفطير، كان اللي يقولوا له تريدة الطاجين، كان اللي يقولوا له الفتات، ويديروه يطيبوه ومن بعد يديروا له مرقة خاصة يديروها بدجاج العرب. يقولوا له بوغلية بالزيت وما يحطوا له العظام، لا والو، يحطوا الزيت بوغلية هذاك. بصح درك لازم بالزيت هذا، درك بالعظام وبالزبدة بزاف. فالخضر جميعها يستعملها أسياد المطبخ خلال إعداد العشاء، الذي يميل للتمرق بين الأبيض والأحمر وبين الكسكس والشخشوخة والنعمة، ولكل منطقة تميز الأسماء.